مرحلة الذهاب شهدت استعادة العهد لموقعه الطبيعي بين المنافسين على اللقب، فاحتل المركز الثاني بفارق الأهداف فقط عن الصف المتصدر. وجود نخبة من اللاعبين المحليين بصفوف العهد مثل هيثم فعور، عباس عطوي أونيكا، إحسان عوادة، حسن شعيتو موني، علي بزي وغيرهم ليقدموا خيارات عديدة للمدرب التركي الألماني باختيار فانلي. هدفنا تكملة مسيرتنا الناجحة لهلأ. ما كنا محظوظين بالذهاب بسبب كثرة الإصابات. حالياً الوضع ممتاز وأكيد رح نسعى لحصد لقب الدوري. الإمكانات موجودة ولدينا مجموعة من أفضل اللاعبين، إن كان اللاعبين الدوليين أو اللاعبين الشباب يلي ما بيقلوا شأن أبداً. على صعيد الأجانب أبقى العهد على المدافع الغيني أبو بكر ديالو، واستخدم لاعبين برازيليين، المهاجم مارسيلو ولاعب الارتكاز رودولفو، بعد ما سبق واستغنى النادي عن المهاجم التشيكي ديفيد ستريهافكا. بالنسبة للمهاجم مارسيلو فهو مهاجم جيد وحيوي وعم يكون ممتاز بالتمرين، أما لاعب الارتكاز رودولفو فكمان على مستوى عالي وبيقدر يلعب أيضاً كمدافع. هاللاعبين رح يساعدوا الفريق بشكل كبير لأنه بيملكوا الخبرة والجودة المطلوبة. تشكيلة العهد رح تكتمل مع عودة مرتقبة بالأسابيع المقبلة للظهير الأيمن حسين الزين ولاعب الوسط مصطفى بيضون. التفاؤل موجود ومن المتوقع أنه الفريق ينافس على اللقب حتى الأمتار الأخيرة على عكس المواسم السابقة.